ميدانيا، كشفت مجموعة فاغنر العسكرية الروسية أنه من المتوقع تطويق بلدة باخموت الأوكرانية في مارس أو إبريل القادمين. Все зависит от того, как они будут активны. Они сейчас получают новые виды вооружения. 100% будем уничтожать эти леопарды. 100% разберемся, как их сжигать. Но это тоже важнейший фактор. ЧВК «Вагнер». الآن للمزيد ينضم إلينا من موسكو مراسل الشرق أندري كيرسانوف. أهلا بك أندري معنا. أندري، كيف استقبلت الأوساط السياسية والعسكرية داخل روسيا انتقادات فاغنر لإدارة بوتين ووصفها بالبيروقراطية؟ نعم هديل، مساء الخير. طبعا حتى الآن ليس هناك ردود فعل كثيرة أو تعليقات روسية رسمية من قبل الخارجية الروسية ومن قبل الكرملين ومن قبل المسؤولين العسكريين الروس حول هذه الانتقادات التي يعني وجهها مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين. لكن كانت هناك تصريحات مهمة لبريغوجين، هو بالفعل اعترف بوجود بعض الصعوبات في عملية تقدم القوات الروسية في المناطق الشرقية في منطقة يعني العملية العسكرية الخاصة وخاصة في منطقة أرتيومسك. اليوم أيضا كانت تصريحات لمستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيسك دينيس بوشيلين. المستشار قال بأن يعني القوات الروسية تمكنت من السيطرة على جميع مرتفعات في منطقة أرتيومسك أو مدينة باخموت باللغة الأوكرانية. طبعا يعني هناك عمليات عسكرية تحدث كل يوم، وكما قالت القوات الروسية أو تحديدا مجموعة فاغنر هي سيطرت على يعني تقريبا جميع الضواحي في مدينة أرتيومسك أو مدينة باخموت مجددا يعني، والمعارك تدور في لكل بيت ولكل حي. يعني أيضا هذه التطورات عسكرية تحدث الآن، قبل تقريبا ساعة ونصف من الآن تم تبادل الأسرى بين الجانب الروسي والأوكراني، وكما كشفت وزارة الدفاع الروسية يعني تم تعودة 101 جندي روسي من الأسر الأوكراني، وهم الآن يعني يرجعون إلى روسيا. ويعني وزارة الدفاع الروسية أيضا نشرت صور يعني أو لقطات لعودتهم إلى روسيا على متن الطائرة العسكرية يعني التي نقلت هؤلاء الجنود إلى روسيا. بالنسبة لأرتيومسك وتقدم القوات الروسية وتحديدا مجموعة فاغنر في هذه المنطقة، كما ذكرتم قبل قليل بالفعل يفغيني بريغوجين يتوقع أن يتم يعني سيطرة أو يعني تطويق مدينة أرتيومسك أو باخموت بحلول شهر مارس أو أبريل المقبلين، وهناك يعني مجموعة من الجنود الأوكرانيين يتم إرسالهم تقريبا يوميا حسب تصريحات بريغوجين إلى مدينة أرتيومسك، ما طبعا حسب تصريحاته يعرقل عملية تقدم القوات الروسية في هذه المدينة. نعم أهديد، أشكرك جزيل الشكر. بالطبع سنبقى معك على تواصل للوقوف حول كل ما هو جديد. كنت معنا من موسكو مراسل الشرق أندري كيرسانوف، شكرا جزيلا لك. اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على يوتيوب لمتابعة برنامج ألوان الشرق معي أنا هديل عليان.